ما الشوق ودي لي وصل سلامي يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي يا حبابة الشوق ودي وصل سلامي يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي أنا قلبي في طيبة هايم والمشاعر تعزف دايم فكري فيها صاحي ونايم والله طيبة أغلى هدية يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة انت البهية يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة انت البهية طيبة تداوي 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 قلب العالي سلم على الروضة البهية يا طاير ود الوصية سلم على الروضة البهية يا منايا وفكري وروحي نظرة فيكي تشفي جروحي زورة ليكي أقصى طموحي لما أعزم وعقد نية يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة تقول يا طاير ود الوصية سلم على الروضة البهية وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب موقف عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم نكمله بعد الجولة. تفضل. انا بقول ابدأ ان شاء الله. تنسى كيف تروي لضلوعي ارتمي ويحلى لي خشوعي عند طه نفسي رضية يا محلى وهنا ظلالك يا طيبة باهي جمالك يا محلى وهنا ظلالك يا طيبة باهي جمالك اهلا أي ممنوع. إياك نعبد وإياك نستعين جانا الفرح قلبي تبسم وانشرح قلبي تبسم وانشرح لم وصل سلامي
قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي يا حمام الشوق وانتيني وصل سلامي يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي والمشاعر تعزف دايم فكري فيها صاحي ونايم والله طيبة أغلى هدية يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة انت البهية يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة انت البهية طيبة تداوي 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 نظرة فيكي تشفي جروحي زورة ليكي أقصى طموحي لما أعزم وعقد نية يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة انت البهية لما أوصل طيبة دموعي تنسى كيف تروي لضلوعي أرتمي ويحلالي خشوعي عند طه نفسي رضية يا محلى وهنا ظلالك يا طيبة باهي جمالك يا محلى وهنا ظلالك يا طيبة باهي جمالك أهلا هلا قرب الحبيب أهلا هلا قرب الحبيب جانا الفرح قلبي تبسم وانشرح قلبي تبسم وانشرح لما